في كل نهاية أسبوع كريم كيقوم بزيارة الوالدين ديالو في البادية، وهو في طريقه صادف واحد السيارة واقفة قدامه وسيارة أخرى جايين في الاتجاه المعاكس. في هاد الحالة شنو خاص يدير كريم؟ واحد يشد اليمين وينتظر، جوج يتجاوز السيارة اللي قدامه بسرعة. الجواب الصحيح هو رقم واحد. من لازم على كريم يشد اليمين وينتظر حتى تخوى الطريق عادي يتجاوز السيارة اللي قدامه، لأنه في حالة تقابل جوج ديال العربات من الواجب على العربة اللي قدامها حاجز أنها تعطي الأسبقية للعربات اللي جايين في الاتجاه المعاكس. في حالة التقابل لا تعطى الأسبقية للعربة التي يوجد حاجز أمامها،